من القاهرة ينضم إلينا المدير التنفيذي في المركز العربي للبحوث والدراسات الأستاذ هاني سليمان. أستاذ هاني، مرحبا بك على شاشة اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بك. أستاذ هاني، يعني دعنا نبدأ من الحديث الجاري عن قوات عربية لتحل محل القوات الأمريكية ضمن التحالف الدولي في سوريا. يعني إلى أين تتجه الأمور، لا سيما وأن السعودية عبرت عن استعدادها يعني لترسل قوات لها لتكون ضمن التحالف الدولي؟ يعني يمكن الخطوات الأخيرة بتدلل أن المملكة العربية السعودية يعني ارتأت أنه التعويل على الآخر هو لم يحقق المكاسب ويمكن لم يحقق المصالح العربية وتحديدا السعودية، التعويل على الولايات المتحدة الأمريكية بالأساس، وبالتالي ارتأت أن دخول قوات عربية تحت قيادة المملكة العربية السعودية هو الحل الأمثل في هذا التوقيت، وخاصة أنها يعني في حديث عن سحب القوات العربية الموجودة في اليمن والإبقاء فقط على القوات السودانية وتحويل القوات إلى سوريا من أجل مواجهة النفوذ الروسي والإيراني تحديدا، هو الخطر الأكبر الذي يشكل عائق أمام مصالح المملكة العربية السعودية وأمام الوصول إلى حل على الأرض في الداخل السوري. نعم أستاذ هاني، يعني أنتم في المركز العربي للبحوث، هل لديكم أي معلومات بخصوص طبيعة أو نوعية هذه القوات العربية التي من الممكن أن تحل محل القوات الأمريكية في سوريا؟ يعني في حديث عن مشاركة بعض الدول يعني منها السعودية بشكل أساسي، وربما في تنسيق مع مصر يعني لأول مرة في الداخل السوري. يعني هذه معلومات ليست مؤكدة بشكل كبير، ولكن يعني فكرة الدخول بقوات عربية ربما تحاول أن التأثير بشكل أو بآخر من أجل زحزحة الأمور، ربما يعني يكون هذه المشاركة في سبيل يعني تخفيف وضع على الأرض يفرض نوعا ما رضا القوات الإيرانية المتحكمة بشكل كبير هي وروسيا في مجريات الأمور على الأرض. ربما هو ينطلق من أساس يعني فكرة الارتباطات والعامل الإنسانية، يعني إيجاد بيئة مواسية بالنسبة للمدنيين وتخفيف المعاناة المدنيين بشكل كبير، يعني دي الأهداف المعلنة حتى الآن. لكن يمكن معروف أن السعودية يمكن يعني هي متوجسة بشكل كبير من التحركات الإيرانية يوما بعد يوم، وخاصة المساندة الروسية. ربما الضربة الثلاثية يمكن أوجدت مساحة من إمكانية الدخول السعودي وقوات عربية، يمكن ده بترتيبات ناتجة عن القمة العربية والبيان الذي ألقي في ختام القمة العربية الأخيرة. نعم، يعني أستاذ هاني، السيناتور بوب كوركر عبر عن استيائه من خطط سحب القوات الأمريكية من سوريا، كيف يجب فهم هذه التصريحات؟ يعني بالتأكيد يعني دعنا سواء اتفقنا واختلفنا على تواقع الولايات المتحدة الأمريكية من البقاء في سوريا أو ممارساتها التي تواجه بالأساس وتدعم يعني تضرب بالأساس ضد تركيا أو أنها موجودة في مواجهة النفوذ الروسي، ولكن تظل الولايات المتحدة الأمريكية شئنا وأبينا هي موازن كبير لما يحدث في الداخل السوري، وبالتالي يعني هناك تخوفات وتوجس مشروع بأن غياب الولايات المتحدة الأمريكية ربما يخلي الساحة للنفوذ الروسي والإيراني، ولكن أعتقد أن مشاركة قوات عربية وتحت القيادة السعودية بالأساس هي ليست بعيدة عن ارتباط مع الولايات المتحدة الأمريكية، وربما في تنسيق كبير هناك. يعني قد تكون هذه الأمور متعلقة بفكرة التمويل أو ربما تصريحات ترامب بأنه لن يعني يستمر في سوريا إلا بوجود تمويل كبير. ربما ارتأت السعودية أنه من الأفضل أن تشارك هي بشكل كبير وبشكل مباشر مع القوات العربية الأخرى من أجل يعني التعديل بحل على الأرض وتحقيق توازن للقوى نوعا في الداخل السوري. طب أستاذ هاني، يعني يبدو بأن هوة الخلاف في وجهات النظر بين حليفي الناتو الأمريكي والتركي بدأت تتسع، لا سيما وأن الكولونيل رايان ديلون أكد بأن الهجوم التركي على عفرين أعاق القضاء على تنظيم داعش. يعني يمكن معروف أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم قوة العلاقات مع تركيا في فترات مختلفة منذ الثمانينات، ولكن هناك قضايا محل خلاف رئيسية يمكن اتضح ذلك بقوة في الملف السوري. يعني هناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا فيما يتعلق بحقوق الأكراد وحقوق الأقليات، محاولة ممارسات تركيا في عملية غصن الزيتون وفي عفرين وفي غيرها من المناطق ولواء الإسكندرانة في السابق، والعمليات التي قامت بها
وبالتالي يعني كان هناك خلاف شديد، يمكن كان بتحاول الولايات المتحده ان تدير هذا الخلاف بشكل يمكن سياسي نوعا ما واحقاق توازن من خلال دعم بعض الجماعات والاقليات من الاكراد، لكن تركيا يعني عمليه عفرين الاخيره والممارسات ضد المدنيين ومحاوله حتى ارتكاب بعض المخالفات التي هي يعني تركيا نفسها اتهمت نظام بشار الاسد بهذه المخالفات، هي ايضا تفعل ذلك من اجل مصالحها. وبالتالي يعني الخلاف ربما يبقى على السطح، ويمكن ده اتضح مع تصريحات ترامب فيما يتعلق بالشان الداخلي الخاص بتركيا، ربما يعني هناك سحابه ربما في الافق عن تعميق هذا الخلاف في المستقبل. نعم، المدير التنفيذي في المركز العربي للبحوث والدراسات الأستاذ هاني سليمان، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من القاهرة.